كان ما شاء الله الهمني وهو اللي ما شاء الله المنسق لهذا الاحتفال الله يعطي العافية السنوي محمد عبد الله القحطاني، طبعا لعب النصر ومعروف، قام في وج من أعمدة نادي وج الطائف، هذا هو. وطبعا اخرين اعرف خمسة اسمعهم عامر هادي وعقوب النفيعي والقحطاني هناك، كان معانا في ثقيف منتخب المدرسة. يا سلام، هذا مين الحارس؟ مين الحارس هذا؟ مين الحارس؟ مسكة رمضانية حلوة والله، مسكة رمضانية جميلة كذا كأنه مسك لقيمات ولا يعني جميلة. شوف ما شاء الله اللمسات. يا سلام يا كابتن محمد البقمي رئيس نادي منيف، هي وكان لاعب ها، وكان لاعب ها في الوحده، كان لاعب في الوحده بالله اعطيني معلومات، هي كان لاعب في المحده الله يعطيك العافيه. يا سلام شوف الباص كذا مزلقان حبيبي، شوف الرفعه كيف، الله برا الهواء ابوي رياح، ايش بك انت رياح غصبا عنه اللاعب يعني ايش يسوي. يا سلام شوف كيف استقبل الاوت، شوف اللمسه يعني لا زال يعني عنده. يا سلام ما شاء الله، هذا رقم 10 يمدح فيه الكابتن. ما شاء الله ما شاء الله ما... هذا الباب يا ابوي صحصحوا بعد الكورونا، ناموا صحصحوا الجمهور فينهم. يا خلي عندك روح رياضيه حتى لو جاء هدف فيك. ما شاء الله بدا يضغط، رجع الضغط. ما شاء الله ما شاء الله الفريق الاصفر، الفريق الاصفر. جزاكم بالخير والعافيه جميعا، اخوكم فهد السويح الله يحفظكم. يلا يحفظكم. الجمهور بدا يتوافد علينا ما شاء الله، يعني جمهور غفير حقيقه، جمهور غفير ولاعبين اجمل الله يعطيك العافيه. يا سلام الله، حرام عليكم يا شيخ. كم النتيجة؟ هو ما ندري كم. لمين؟ الأحمر؟ الأصفر؟ لا نبغى الأحمر يا أبوي، واحد يشوفه ويشجع الأصفر. تكفى يا أحمر أنا معاكم وحقول نتيجة لصالحكم حتى لو اتغلبتوا. تكفى يا أحمر الله يرضى عليك، أقول لك لا تناول، انطلق على الملعب على الباب، لا يردك إلا الباب. أحمر أيوه أحمر أنت أيوه. تعادل يا سلام. محمد نجار. لا توقف، أداه ورا بعضها نبغى مرة، لا توقف الأصفر لا يتعدى نهائي، الأصفر انتهيته خلاص، انسحبوا انصحكم. الأصفر انسحاب. ما ادري حقين الاحمر، ما ادري مكثرين في الشوربه يا ولدي، ما ادري ايش الهرجة مره مكثرين في الشوربه، ضربوا لبن كذا انهمدوا حقين الاحمر، ما ادري ايش حكايتهم، ايش رهم ايش اللبن، المفروض ما يشربوا لبن والله، الاحمر المفروض ما يشربوهم لبن اليوم، شوف كيف ضعيفين ما ادري ايش بهم والله. ايه هيا يا احمر، حرام عليك يا ازرق. يا ابوي جيب لي هنا واحدة حمراء خليه ينزل.
خرقة حمراء أبغاك تنطلق. والله دوخنا الأصفر هذا، والله الهم أن يبغاوز معاهم، أعطاهم لعيبة المضبوطين أعطاها الأصفر. والله العظيم هذول يشربهم لبن، تبغى الأصفر حقك يفوز ها؟ عشان لعب في النصر في أصفر. يا أحمر صحصح والله يرحم أبوكم. والله ما في فايدة. عندهم مدرب ذول، يضربون مدرب. الأحمر ما عندهم مدرب ضعيفين. أنت المدرب؟ حاول كذا. والله ضاغطين والله. إيش بو يحاول عند الباب؟ إيش اسمه هذا الطويل ما شاء الله؟ اللي كان يحاول الدقن. تشوتها ما حد عندك، روق كذا وحطها على مهلك. هدف هدف ولا لا؟ هدف من بعيد. هدف ابطال ابطال. اقول لك جيبوا الثالث وسووا مشكله وقولوا منسحبين وفزنا. طبعا الهم اللي حيزيد الوقت كله حيحاول الاصفر يفوز، لكن لن نستسلم. الاصفر عشان شعار في النصر، لكن ما راح تفوزوا. غير فدينتك الله يرضى عليك، تعال معنا احمر. غير خلي احمر. طيب ايوه هذا لسه يفكر، ما يحتاج لتفكير. ايوه شوف يرجعها. ايش بك محمد عامر؟ بخاوز معاهم والله بخاوز. ترجعها يبغاهم يفوزوا. يا ابو ايش باخوك فين هو؟ يا ابو ايش باخوك بخاوز معاهم يرجع الكوره ورا؟ اقسم بالله بايع المباراه هذا، وايش حكايته؟ والله العظيم يرجع المباراه من عامر. ايوه لا لا يرجعها مخاوز معاهم على الاصفر. يا عامر قول ارجع سنتر، ارجع دفاع. لا تخاوز، قول ارجع مكانك دفاع. هيا اتركها للاحمر الله يرضى عليك. الله ان شاء الله. هلا والله الله يعطيك العافيه. الله يسلمك، حياك الله، الله يبارك فيك، سلمك الله. صباح الخير يا رب. صباح النور. الله يرضى عليك، انزل معانا البس احمر الله يرضى عليك. احمر ولا تخلي ولا هدف يخش. هات فرينة حمراء هنا. الله يعطيك العافية، الله يسلمك يبارك فيك. ماذا تعني لك هذه الامسيات؟ ذكريات، ذكريات طبعا، ذكريات الماضي. الواحد يفتخر ويعتز بهذه الأمسية، ويستناها من سنة لسنة، من رمضان لرمضان. انقطعت بسبب كورونا طبعا، وانقطعنا سنتين ورجعنا مرة ثانية والحمد لله، والعود أحمد. الله يسلمك. الله يسلمك.